الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا ليأكلون أموال الناس بالباطل
الليل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها
ذلك الدين القيم. افتح واقفل في عيب فين ده؟ ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم انت كبر تعليماتك. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها
12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله
فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل
أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله صدق الله العظيم. الفاتحة. حقاً إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي، والفضل لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثال. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة التوبة، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نكرم فيها الفقيدة الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب، وعلم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في الساعة 9:15 في الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة، قصور الضيافة المترقلة تحت إدارة الحاج أشرف سمير حجاج مقيم بالروضة، وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض، صور هذه الليلة القرآنية المباركة، وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت
الانترنت. أسرت الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج عبد الظاهر حجاج. يتقدم الدكتور محمد عبد الظاهر حجاج، الحاج محمود عبد الظاهر حجاج، حاج فريد عبد الظاهر حجاج، حاج السعيد محمد يونس، الأستاذ ماهر يونس. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. أخوة الإيمان والإسلام، إلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.